sports. It's in the game.
Stretch it, stretch it, make sure the money do. Stretch it, stretch it, make sure the money do. Stretch it, stretch it, make sure the money do. Stretch it, stretch it, stretch it, yo. My bro just came from Dubai, now he wants four. Man, I told him that's madness. Money with the world, do backflips. Make sure you keep it all together, elastic, stretch it. تحياتي مشاهدينا لكم متابعينا من ملعب سانتياغو برنابيو. كالعادة سأكون معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، ومباراة قوية مشاهدينا بانتظارها في بطولة ديفيجن رايفلز. مباراة تستحق المشاهدة والمتابعة. ننتظر حقيقة مع حضراتكم مشاهدة مباراة كبيرة ومتعة حقيقية من الفريقين. نشاهد أمام حضراتكم تشكيلة أصحاب الأرض. فريق راح يلعب بتشكيلة الأربعة ثلاثة ثلاثة، الطريقة التقليدية واللي يعتمد فيها على الفريق على الأجنحة. ولا مشاهدينا نستعرض تشكيلة الضيوف في مباراة اليوم. في المرمى يتواجد كورتوا، لونجليسن عم بجوار صامويل أومتيتي في خط الدفاع، لوكا مودريتش سيبدأ مع فيرناندينيو في خط الوسط، وفي الأمام يتواجد رأس حربة وحيد في هذه التشكيلة. آلان، يا سلام على التدخل بدون مشاكل. أصحاب الأرض الآن يتجهون إلى خطة كشف التسلل. فيرناندينيو، كليمان لانجلي، ليونيل ميسي سيد اللاعبين، الأسطورة بالتأكيد، أسطورة كرة القدم الحية. وجوده في الملعب يعني أفضلية لفريقه، واحد من أعظم اللاعبين اللي مروا على كرة القدم، وعنده قدرة في أي لحظة على تغيير مسار هذه سواريز. أوهو، الكرة في القائم، كانوا قريبين جدا من أخذ المقدمة، لكن العارضة تدخلت في الفرصة الأخيرة. الله على كرة كادت بأن تأتي بهدف، وإن استمروا سيأتي الهدف لا محالة. ليونيل ميسي، فيرناندينيو يقطع الكرة، كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي. الحكم يعطي مبدئي تحت الفرصة، فرصة للتقدم في المباراة. الله على كرة سجلها أرسلها، كرة تسعد العشاق، كرة تسعد الأنصار، هدف يعني الكثير في توقيته، في معناه، في نهايته، في إثارته. آه على هذه الكرة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. يحاول أن يشكل خطورة، حلو التدخل، بيخلص الكرة بدون ارتكاب أخطاء. دي يونغ، عثمان ديمبلي، الفريق المستضيف الآن يلعب على مصيدة التسلل. ميسي يتقدم، ميسي ينطلق بالكرة، تصويبة باتجاه المرمى، تألق كبير من حارس المرمى. فيرناندينيو، دي يونغ، جوردي ألبا، جواو كاسيلو، فيرناندينيو، دي يونغ. انسجام كبير بين اللاعبين، حافظين بعض، متحكمين في أرضية الملعب. الكرة تقترب من دفاعات الخصم، حارس المرمى يقع في المحظور، وقد يدفع الثمن فريقه. هدف الأمان، هدف الراحة، هدف الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي، حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا، لأن الوقت ما زال كافي للعودة. شوفوا الإعادة، شوفوا اللقطة مشاهدينا الكرام، شوف عفوة حارس المرمى وتقديمه للكرة للخصم في منطقة الخطر، وبالتالي هدف مجاني بعد استغلال مثالي. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء.
كرة جميلة على الطرف. يسير بالكرة باتجاه المرمى. ليونيل ميسي. آلان. ليو ميسي. القائم يتصدر. كرة تحرك الشباك. مساعد الحكم تأخر في الراية والهدف يلغى في هذه اللحظات. سامويل أومتيتي. لوكا مودريتش. جواو كاسيلو. احتفاظ بالكرة في وسط ملعبهم من قبل الفريق المتقدم في النتيجة، طبعا محاولة لكسب بعض الوقت وسحب الخصم من مناطقه. فيرناندينيو. أصحاب الأرض الآن يتجهون إلى خطة كشف التسلل. لوكا مودريتش. عدة تمريرات بعرض الملعب بانتظار تغرب، بانتظار كرة بينية. جواو كانسيلو. تعود إلى فيرناندينيو. فرانكي ديونغ. فيرناندينيو. كرة بينية مقطوعة في الوقت المناسب قبل أن تشكل خطورة. كيليان مبابي. تقدم ممتاز باتجاه المرمى. فرصة العرضية الخطيرة. شوف استعادة الكرة. معروف بتمريراته اليوم يتقن هذا الأمر بشكل ممتاز. نقل الكرة إلى لويس سواريز. جميلة البينية إلى سواريز. تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة. لويس سواريز. الكرة كانت خطيرة لكن تصطدم في الدفاع. تدخل ممتاز بيحول الكرة والخطورة إلى ضربة ركنية.